السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم رامي أحمد من جروب الهندسة الإنشائية والطرق. سنتعلم اليوم إن شاء الله كيفية نمذجة وتصميم الكومبايند فوتينج أو ما يسمى بالقواعد المشتركة باستخدام برنامج السيف. كما هو موضح أمامي في الشاشة مثال مبسط يوضح لي أبعاد القاعدة والتي هي بطول 6 متر وعرض 3 متر وأيضا أبعاد كل من الكولوم 1 والكولوم 2. السي 1 عبارة عن 80 في 40 سنت وأيضا السي 2 60 في 40 سنت، والمسافة ما بين الأعمدة من سنتر إلى سنتر العمود الآخر 3 متر. أوكي، وأيضا يوجد لدي معطيات مستخدمة بتصميم القاعدة والتي هي كل من الأكسل لود بالنسبة للكولوم 1 والكولوم 2، كل من ديد ولايف لود، وأيضا البيرنج كاباسيتي للتربة 180 كيلو نيوتن لكل متر مربع، وأيضا سماكة القاعدة وهي عبارة عن 60 سم، وأيضا لدي قوة كل من الخرسانة والحديد FCU والFY. سنقوم بفتح برنامج السيف ونضغط على نيو موديل. سنقوم بتحديد الكود الذي سنقوم به بالتصميم، وسنقوم بتصميم القاعدة طبقا للكود البريطاني BS8110 1997، ونقوم بتعديل الوحدات إلى المترك. الوحدات القياسية سنقوم بالتصميم بالوحدات المترية، ونضغط OK، ومن ثم نقوم بالاختيار من مكتبة البرنامج ما يسمى بالكومبايند فوتينج والتي هي عنوان درسنا اليوم. طبعا البلان دايمنشن هي عبارة عن الأبعاد بالاتجاه X والاتجاه Y. طبعا الليفت إيدج ديستانس والرايت إيدج ديستانس، والتي هي عبارة عن الليفت إيدج ديستانس هي المسافة من سنتر العمود إلى الطرف الأيسر للقاعدة والتي عبارة عن متر ونص، والرايت إيدج ديستانس من سنتر العمود الآخر إلى طرف القاعدة الأيمن وهي عبارة عن متر وخمسين. سنقوم بإدخال الليفت إيدج ديستانس متر وخمسين والرايت إيدج ديستانس متر وخمسين، وأيضا ألونج واي دايركشن وهي عبارة عن المسافة من سنتر العمود إلى الطرف الأعلى للقاعدة، من سنتر العمود إلى الطرف الأعلى للقاعدة والذي هو عبارة عن متر وخمسين. أوكي، لأن عرض القاعدة عبارة عن 3 متر سنقوم بإدخال متر وخمسين، والبوتوم إتش ديستانس أيضا متر وخمسين. طبعا اللود سبيسينج أند سايز، طبعا هذا عبارة عن يوضح لي السبيسينج أولا بالاتجاه X. طبعا السبيسينج ما بين العمود الأول والعمود الثاني C1 و C2 عبارة عن مسافة أفقية ومقدارها 3 متر سنتر تو سنتر من سنتر العمود الأول إلى سنتر العمود الثاني. طبعا سنحدد المسافة هي عبارة عن X direction، والسبيسينج عبارة عن 3 متر مقدارها 3 متر. واللود سايز كما تحدثنا بالدرس السابق بالايزوليتد فوتينج هي عبارة عن مساحة العمود، وطبعا ايضا قلنا ان هذه المساحة عبارة عن قيمة مربعة سكوير كما هو موضح امامي. سنقوم بادخال قيمة مربعة، اي ان سنقوم بادخال قيم او ابعاد العمود كقيمة مربعة، ومن ثم سنقوم بتعديل هذا لاحقا. طبعا عمود السي 1 عبارة عن 40 في 80 سنت والسي 2 40 في 60 سنت، وبالتالي سنقوم بإدخال اللود سايز عبارة عن 400 ملي، ومثل ما قلنا سنقوم بالتعديل المسافة الأفقية التي هي بالإكس دايركشن لاحقا بإذن الله. طيب ننتقل إلى اللود فاليوز. اللود فاليوز عندي طبعا اللود 1 خاص بالسي 1 والتي هي قيم اللودز، ديد لود 900 كيلو نيوتن واللايف لود 300 كيلو نيوتن. نقوم بإدخال اللود
الديد لود عبارة عن 900 كيلو نيوتن، واللايف لود 300 كيلو نيوتن. اوكي طيب كولوم 2 الديد لود 700 كيلو نيوتن واللايف لود 250 كيلو نيوتن. انت طبعا لا يوجد لدي اي عزوم مؤثرة حول محور اكس ولا المحور واي، فقط يوجد لدي اكسيال لود. وقلنا ان اللود المؤثرة في الكولوم 2 عبارة عن 700 كيلو نيوتن ديد و 250 كيلو نيوتن لايف. طيب ننتقل الى البروبرتيز والفوتينج ثيكنس. الفوتينج ثيكنس عبارة قيمة الفوتينج ثيكنس 600 مليمتر، قيمتها 600. ومن ثم ننتقل الى السب جريد مودولوس. طبعا السب جريد مودولوس لإيجاد قيمة السب جريد مودولوس نحتاج الى هذا القانون لإيجاد هذه القيمة، وهو عبارة عن البيرنج كاباسيتي. السب جريد مودولوس يساوي البيرنج كاباسيتي مضروبا في الفاكتور اوف سيفتي قسمة الدلتا الاوبل. الدلتا الاوبل وهي عبارة عن الهبوط، قيمة الهبوط المسموح للتربة. طبعا وفقا المباني تبعنا هي عبارة عن فريم ستركشر، وبالتالي فإن الدلتا الاوبل قيمتها 2.5 سنتي. اوكي وبالتالي سنقوم بقسمة الفاكتور اوف سيفتي وقيمته 3 مقسوما على الدلتا الاوبل وقيمته 0.025، وسيعطي لي الناتج عبارة عن 120. سنقوم بضرب هذا الناتج 120 في قيمة البيرنج كباسيتي للتربة. طبعا قيمة البيرنج كباسيتي للتربة قيمتها 180 كيلو نيوتن لكل متر مربع، وبالتالي فإن 120 مضروبا في 180 سيعطيني 21600 كيلو نيوتن لكل متر مكعب، ونضغط على اوكي. قام البرنامج برسم القاعدة المشتركة كما هو موضح امامي في الشاشة. سنقوم اولا بتعديل اللود سايز، وهذه الجزئية طبعا خاصة بالبنشنج شير. نضغط على تبويبة لود ونذهب الى لاحظ عفوا قبل كل هذا نقوم بتعديل الابعاد في الاتجاه اكس اوكي للاعمدة، لان هنا نقوم بالتأكد من تبويبة درو دايمنشن، نتأكد من الابعاد، ابعاد كل من ابعاد القاعدة وابعاد الاعمدة. القاعدة 6 متر اوكي، والعرض 3 متر، اذا ابعاد صحيحة. سنقوم بالتأكد من ابعاد الاعمدة 40 سنت في 40 سنت، وهنا ايضا بالمثل 40 سنت في 40 سنت. والمطلوب مني ان يكون السي 1 80 سنت في 40 سنت، والسي 2 60 سنت في 40 سنت. سنقوم بتعديل السي 1، نضغط على البوينت الطرفية بالاتجاه الايمن للعمود بالزر الايمن اوكي، وندخل على تبويبة جيومتري ونقوم بتعديل القيمة. طبعا 80 سنت عبارة عن 40 سنت من سنتر العمود الى الطرف الايمن، و 40 سنت من سنتر العمود الى الطرف الايسر. بالتالي سنقوم بتعديل هذه القيمة الى 40 سنت، نضغط على اوكي اوكي، والنقطة التي اسفل منها كذلك نقوم بتعديلها الى 40 سنت اوكي اوكي. ونقوم بهذا العمل بالنسبة للطرف الايسر، وقيمته مثل ما قلنا بالماينس لانه من اليمين الى اليسار، نقوم بالضغط على اوكي اوكي، وايضا النقطة التي اسفل منها نضغط بالزر الايمن وندخل على اللود، ومن ثم نقوم بتعديلها الى 4 اوكي اوكي. نلاحظ قمنا بتعديل ابعاد العمود الى 80 سنت في 40 سنت، ومن ثم سنقوم بهذا الامر بالنسبة للعمود الاخر والذي هو قيمته 60 سنت في 40 سنت. نقوم بتعديل هذه القيمة. طبعا قيمة الجلوبال اكس كوردينيت بالنسبة للعمود الاخر وهي قيمتها 3.20 اوكي. لاحظ لو
قمنا برسم من سنتر العمود الأول إلى سنتر العمود الآخر يوضح لي القيمة 3 متر. أوكي طيب، زائدا البروز بروز العمود من السنتر إلى الاتجاه الأيمن كم قيمته؟ وهو 3 متر و30، بيكون يحتاج أن يكون 3 متر و30. أوكي، لأنه من سنتر العمود إلى سنتر العمود 3 متر، زائدا 30 سنت من سنتر العمود الثاني إلى الطرف الأيمن لكي نقوم بتعديله إلى 60 سنت. أوكي، بالتالي نضغط على البوينت الطرف الأيمن ونقوم بتعديل الاكس كوردينيت إلى 3 متر و30، وبالمثل بالنسبة للبوينت التي أسفل منها 3 متر و30. نضغط على أوكي. أوكي طيب، ونقوم بأخذ القيمة 3 متر طبعا، و3 متر هذه من سنتر العمود إلى هنا 2 متر و80. لكي نزيد 1 سنت إلى الاتجاه اليسار سنقوم بتقليل هذه المسافة إلى 2 متر و70. أوكي طيب، سنقوم بتعديل هذه القيمة إلى 2 متر و70، وأيضا النقطة التي أسفل منها 2 متر و70. نضغط على أوكي. أوكي، نتأكد الآن من أبعاد العمود 60 سنت في 40 سنت. أوكي طيب، بعد ما قمنا بتعديل أبعاد الأعمدة سنقوم بتعديل اللود سايز للأعمدة، وهذه الجزئية خاصة للبنشينج شير. نضغط على سنتر العمود بالزر الأيمن للماوس ونقوم بالضغط على تبويبة لودز. نلاحظ لم يقم بتغيير اللود سايز الخاص للأعمدة، وهي كما هي كالسابق 400 في 400. ولتعديلها نضغط على assign load، نضغط على اوكي. طبعا يجب التأكد من ان الاوبشن محفزة على add to existing load. نقوم بتعديل الديد لود بحيث انها تتوزع بالنسبة للاكس والواي دايمنشن للأعمدة. الكولوم 1 عبارة عن 80 في 40 سنت، نقوم بتعديل الاكس كل من الاكس والواي دايمنشن الى 80 40 سنت. نضغط على اوكي. نقوم ايضا بتعديل اللايف لود، نضغط على اساين لود مرة اخرى فورس لود، ونقوم بتعديل الاكس والواي لللايف لود. اوكي طيب، نذهب الى العمود C2، نضغط على سنتر العمود بالزر الأيمن، نقوم أيضا بتعديل اللود سايز بالنسبة للديد واللايف لود للكولوم 2. الديد لود الكولوم 2 طبعا 40 في 60 سنت، 600 في 400. نضغط على add to existing load ونجعلها كما هي بالصفر. اوكي، نضغط على اوكي، وايضا نقوم بتعديل اللايف لود، نضغط على اوكي. اوكي طيب، من ثم نقوم بتعريف الماتيريالز، نقوم بتعريف الريبار. طبعا الاف واي للريبار عبارة عن قوة الحديد 460، وبالتالي فانه الريبار 460 عفوا ريبار 460. طبعا كثافة الحديد نجعلها كما هي، وايضا المودلس اوف الاستيستي 200,000 نيوتن لكل مليمتر سكوير كما هو موضح بالستريس ترين دايجرام للكود البريطاني، 200,000 كيلو نيوتن لكل 200 كيلو نيوتن لكل مليمتر سكوير. اوكي طيب، نقوم فقط بتغيير الاف واي الى 460 وايضا الاف يو الى 460، ونضغط على اوكي. نقوم ايضا بتعريف الخرسانة، الكونكريت عبارة عن كونك قوة الخرسانة
25 نيوتن لكل مليمتر سكوير، نقوم بتعديل كثافتها الخرسانة إلى 24 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. وأيضا كما هو موضح طبقا للكود البريطاني، للحصول على المودلس اوف الاستيسيتي من خلال هذه المعادلة 5.5 في تحت الجذر اف سي يو على جاما ام كيلو نيوتن لكل مليمتر سكوير، وبالتالي سنقوم بالضغط على الشيفت وضغطتين على الزر الايسر للماوس، نقوم بتعديل الوحدة الى كيلو نيوتن ومليمتر، ونقوم بكتابة المعادلة 5.5 مضروبا في الـ FCU التي هي 25 مقسومة على الجاما M للخرسانة 1.5 قص 0.5. أوكي، نضغط على Calculate. أوكي، وأنا نقوم بتغيير Basenge Ratio أيضا Coefficient of Thermal Expansion، ونقوم فقط تغيير الكونكريت كيوب كومبرسيف سترينث اف سي يو 25 نيوتن كل مليمتر سكوير، نضغط على اوكي. اوكي، نقوم بالتاكد من الفوتينج بالضغط على الفوتينج بالزر الايمن، نقوم بالضغط على فوتينج للتاكد من سماكه البلاطه التي هي 600 اوكي كونكريت 25 والتايب فوتينج، نضغط على اوكي. اوكي، نقوم ايضا بالتاكد من الديزاين، طبعا الريبار ماتيريال ريبار 460 لان المطلوب مني في التصميم قوة الخرسانة طبعا 25 والاف واي قوة الحديد 460 نيوتن لكل مليمتر سكوير، وبالتالي نقوم بالضغط على الريبار 460 بالزر الايسر، نقوم بادخال قيمة الغطاء الخرساني او ما يسمى بالكفر 75 لكل من الفرش والغطاء لتفادي الاخطاء التنفيذية كما قلنا سابقا، نضغط على اوكي. اوكي، ومن ثم نقوم بتعريف اللودز، نقوم بتغيير قيمة الديد لود سيلف ويت تبع الديد لود بصفر، لان بالنسبة لتصميم الحديد قلنا سابقا انه يهمني في تصميم الحديد طبعا اقوم بالتصميم بالنسبة لردود افعال التربة، وليس من المهم ان يكون الوزن الذاتي لخرسانة القاعدة موجود، اضغط على اوكي. وايضا اقوم بعمل الكومبينيشن طبقا للكود البريطاني، طبعا الكومبينيشن 1.4 ديد لود زائدا 1.6 لايف لود، اضغط على سترينث التيميت اوكي. لم يتبقى لدينا الا ان نعمل مش الاوتوماتيك مش 0.25، يجب تصغيره اكبر ما يمكن، ونقوم بحفظ الملف ونحفظه على سطح المكتب كومباين فوتينج اوكي، ومن ثم Combined footing ونقوم أيضا حفظ ملف Combined footing. أوكي، لم يتبقى لدينا أي شيء، وبالتالي نعمل Run Analysis and Design، نضغط على اوكي. لاحظ سوف نستعرض قيم البنشنج شير، اوكي البنشنج شير اوكي بالسيف سايد لان اصغر من 1، وبالتالي فان قيمة البنشنج شير سيف. وايضا سنقوم باستعراض الشو سلاب ديزاين، نضغط على الفاينايت اليمنت، نقوم باستعراض قيم بالنسبة للاتجاه X للدايركشن 1 دايركشن 2 بالنسبة للاتجاه X والاتجاه Y والتوب ريبار، طبعا لاحظ قيمة الاريا ريكوايرد صغيرة مقارنة بالنومينال، سنستعرض اولا قيمة الريكوايرد، لاحظ بالنسبة للاتجاه
اكس الاتجاه واي، كل من التوب والبوتوم ريبار. لاحظ قيمها يعني صغيرة مقارنة بالنومينال. نضغط على نقوم باستعراض النومينال. لاحظ النومينال سيكون بالتالي تسليح سيكون نومينال. نستعرض التوب ريبار الواي، لاحظ قيمها أكبر من القيم السابقة. أوكي، وبالتالي سنقوم بالضغط على تيبيكال يونيفورم انفورسمنت. نقوم مثلا بالتسليح بالنسبة للتوب وبالنسبة للبوتوم، وليكن قطر 14 والمسافة 150 أي 7 أسياف بالمتر. سنشاهد إذا كان ستغطي لي الريكوايرد أو لا. نلاحظ بالنسبة للتوب ريبار بالاتجاه اكس، ونستعرض البوتوم ريبار. اوكي، لاحظ انه ستقوم بتحمل العزوم وستقوم بتغطية الريكوايرد. اوكي، هذا الدرس طبعا مهم جدا لطلبات مشاريع التخرج ان شاء الله، وجميع المهندسين الانشائيين باذن الله. وإن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.